وقعت دولة الكويت مع دولة لوكسمبورغ اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، وذلك سعيا لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل الاستثماري. المزيد في سياق التقرير التالي. سعيا لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل الاستثماري، وقعت دولة الكويت مع دولة لوكسمبورغ البروتوكول الإضافي لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، حيث مثل الجانبين كل من وزير الاقتصاد والمالية في لوكسمبورغ بيير غرامينغنا وسفير الكويت لدى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو جاسم محمد لبديوي على أمل أن تعطي الاتفاقية دفعة جديدة للعلاقات المشتركة. اتفاقياتنا باتت تحتوي على كل التنظيمات الحديثة قياسا بالمعايير الدولية، وذلك بحيث تكون لدينا حركة فعالة جدا للاستثمارات بين دولتينا. قطاع الخدمات المالية يحتل أهمية كبيرة في لوكسمبورغ، فنحن بالنسبة لصناديق الاستثمار نشكل ثاني أكبر مركز مالي في العالم، كما أنه لدينا أكثر من 120 بنكا يعمل هنا، لذلك فنحن يمكن أن نشكل شريكا هاما للكويت. بدورها أكدت الكويت على أهمية تطوير الاتفاقية وأملها في أن تعزز المكانة المالية للدولة عبر تقوية التعاون مع مركز مالي أوروبي يعتبر من الأنشط في العالم. مما لا شك فيه أن توقيع البروتوكول الإضافي مع دوقية لوكسمبورغ اليوم يعكس عدة دلالات، أبرزها ثقة دوقية لوكسمبورغ بمكانة دولة الكويت المالية وتواجدها في الأسواق العالمية من جهة، ويعكس مدى ثقة الجانب الأوروبي كون هذا البروتوكول يتماشى تماشيا كليا مع كافة معايير ومتطلبات المؤسسات الأوروبية المتعددة، ويوفر فرصة لدولة الكويت لتوقيع ذات البروتوكول مع 26 دولة الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. فهذا الحقيقة إنجاز كبير، ويوفر لنا طرق ومداخل عديدة على الأسواق الأوروبية وعلى كافة المستويات. ذراع الاستثمار هو ذراع مهم بالنسبة لدولة الكويت، والصندوق السيادي لدولة الكويت يحظى بسمعة دولية عالمية. ما في شك البروتوكول الإضافي هذا إضافة كبيرة لتواجد دولة الكويت العالمي في الأسواق العالمية، وإضافة للصندوق السيادي لدولة الكويت الذي يحظى بثقة واحترام المجتمع الدولي بشكل عام ولوكسمبورغ بشكل خاص. وتوقيع هذا البروتوكول سيوفر طرق عديدة للصندوق السيادي الكويتي للتواجد هنا في لوكسمبورغ وفي الأسواق اللوكسمبورغية. وكان سفير الكويت وقع أيضا اتفاقية للتعاون في مجال الطيران المدني مع وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن لتشكل إطارا تنظيميا لعمل هذا القطاع الحيوي، كما بحث الجانبان تعزيز العلاقات المشتركة إلى جانب القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي هذا التطور للعلاقات الثنائية مدعوما بالعلاقات المتميزة لدولة الكويت مع الاتحاد الأوروبي، حيث تحتضن لوكسمبورغ عددا من مؤسساته الهامة. وسيم إبراهيم لتلفزيون دولة الكويت لوكسمبورغ.